قبل من حيث التنافس بالمقارنة مع بدايتها بن جبلة ثم بن شيخ. حميد بن شيخ ولمس باليد من بولحجيلات في بداية اللقطة، ثم كانت لمس باليد مرة أخرى من جانب بن شيخ مخالفة للمرودية وخطأ. تمريرة أخرى سيئة من جانب علوش بعد التمريرة الأولى، تمريرة الثانية واستقبال دائما من سراد. كل فريق ياخذ حذره في هذا اللقاء، تالي تكثر الأخطاء. فيهش طريقة تكتيكية بحثة، بالعكس فيه كرات قصيرة وفيه خوف. بوحجيرات قسم المايش خطأ، رفع الرجل بيافا من جانب اللاعب يصف اللاعب زنير. لاعب